نعود إلى أخبار الجولة، حيث قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم في تصريحات خاصة للتان، قالت إن المؤتمر يأتي تماشيا مع إعلان الرئيس السيسي عام 2019 عاما للتعليم، يعكس أيضا توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقول وخبرات المصريين بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصري 2030. اولا انا سعيده بالنسخه الرابعه لسلسله مؤتمرات مصر تستطيع. زي ما حضرتك عارفه كل المؤتمرات بتبقى ماشيه مع اتجاهات الدوله وطبعا خطه التنميه المستدامه 2030. بالتاكيد انه ملف التعليم بياتي على اولويه هذه الملفات واهتمام القياده السياسيه بها، فكان لابد ان مصر تستطيع يجي بالتعليم. 28 من الاساتذه والخبراء والعلماء في هذا المجال لبوا نداء الوطن وجم النهارده علشان يساعدوا وينقلوا خبرتهم فيما يتعلق بمنظومة التعليم.